السلام عليكم، حياكم الله متابعين مربع نت من جديد. معنا حلقة اليوم حلقة مختلفة، حلقة فيها سوالف شوي، والحلقة عبارة عن المتعة في السيارات الكهربية والشيء المختلف فيها عن محركات الاحتراق العادي. طبعا ممكن تختلف ممكن تتفق، كل شيء يعني تسوقه في الحياة له متعة، دباب، سيارة، سيكل، اللي هو له متعة. ولكن خلنا نتكلم عن متعة السيارات الكهربائية وإيش الأشياء اللي ممكن تختلف فيها عن سيارات الاحتراق العادي. قبل نبدأ كالعادة لا تنسون من لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد مع المربع نت. ويلا نبدأ، بسم الله. واقترحوا لنا في التعليقات وش حابين نصور في الحلقات القادمة، اكتبوا تحت في التعليقات وبدنا نقرأ التعليقات كلها. خلنا نتكلم عن الاختلافات الموجودة كسيارة كهربائية. طبعا خلنا نتفق ان في اشياء في السيارات الكهربائية ما هي موجودة ومتعتها غير موجودة زي الموجودة في السيارات الاحتراق العادي، خاصة نتكلم عن سيارات ممكن يكون غير عادي ما هي موجودة في السيارات الكهربائية. لا في متعة داون شيفت، ما في متعة الصوتيات، بعض السيارات قاعد تدخل صوتيات على السيارة وهي بنزين يدخلوا لك صوتيات وصراحة تطربك. فنتكلم عن سيارات كهربائية ممكن يوم من الايام يلعبوا بمشاعرك ويدخلوا صوتيات، ما راح تكون نفس البنزين، ولكن خلينا نقول ان فيها 10% 20% متعة من هذا النوع. طيب زي ما قلنا نتكلم عن سيارة ما فيها متعة الأشياء، خلنا نقول الدعسة الثالثة، التواصل اللي موجود بينك وبين المحرك والجير ما هي موجودة، ولكن فعليا تقدر تنطرب، يمديك تسوي أشياء تمتعك. طبعا نتكلم عن بعض الأشياء في السواقة وبعض الأشياء ممكن تسويها في الحلبة. واحدة من الأشياء الموجودة هي العزم اللحظي في السيارات الكهربائية. طبعا أنا محدثكم جربت بعض السيارات الكهربائية، ففي أشياء أقدر أتكلم عنها من تجربتي الشخصية، ما راح أتكلمكم عن شيء بس مكتوب على ورق. لا، العزم اللحظي بكل بساطة معناه أنه ما في لاج أو تأخير في اكتساب عزم الدوران. على سبيل المثال لو سيارتك 300 نيوتن متر من عزم الدوران وتظهر بشكل كامل على 2000 دورة في الدقيقة. ليش؟ لأن عزم الدوران في السيارات البنزين المتدعس والسيارة واقفة يبدأ في اكتساب أو إخراج هذا العزم بشكل تصاعدي. بتكلم الأربعين لين يوصل، أو خلينا نقول عقرب الأربعين لين يوصل إلى 2000 دورة في الدقيقة، هنا في لاج فتحس في تأخير في إخراج العزم، على عكس تماما من السيارات الكهربائية اللي لا يوجد تأخير فيها أو لاج أصلا من البداية. فلما تدعس عزم الدوران يطلع 100% من السكون التام، وهذه القوة الحاضرة معك بكامل من أول دعستك وبدون تأخير ثانية واحدة. ولذلك تتميز سيارات كهربائية بالانطلاق من الثبات أو السكون التام بكل عنف عكس سيارات البنزين. تخيل البروسس الطويل هذا كله في السيارات الاحتراقية موجود، يأكل في الغالب حسب أغلب الحسبة 20% من طاقة المحرك. عشان كده نقول الأحصنة في السيارات خلنا نقول البنزينية، خلنا نقول 400 حصان، نتكلم على الماكينة، المحرك يولد 400، لكن كم يوصل لكفرات؟ في الغالب يوصل 350 إلى 60 حولك حواليك، نتكلم عن حول خسارة يسموها لوس 20%. أما بالنسبة للكهرباء، محرك كهربائي كفرات، وغير كذا كهرباء، فنتكلم عن شيء يدور مباشرة، أول ما تدعس يجي الأمر يدور الكفر. تخيل كل البروسس الطويل اللي كان موجود في المحركات العادية الاحتراقية انتهى مع الكهرباء، ما في شيء يأكل قوة، فنتكلم عن لاج صفر زائد خسارة صفر تقريبا، يعني دوم نحسب حسبة الجنط والكفر هذه بس اللي تاكل منها يمكن. لكن غير كذا الدعسة الأولى تعطيك يسموها initial torque اللي هو التورك اللحظي. حتى لو قوة سيارة 300 حصان أو 200 حصان في الكهرباء، لما تدعس في الأرض راح تحس فيهم فعلا، تحسها أقوى من اللي مخك متعود عليه. فهذه صراحة فيها متعة جدا جميلة وفيها لخمة، يعني إذا حد راكب معك دعست يعطيك كذا الرقبة ذي، صراحة شعور حلو. فمن تجربتي الشخصية جربت 300 حصان وجربت 1900 حصان. حط المقطع يا شباب، يعني للأسف المقطع ماني فخور فيه كمنظر، منظري كان جدا غلط والصوت اللي طلعته جدا غلط. حط المقطع. واو، الشعور يا جاش الخير مو طبيعي. طبعا نحن تحت 1900 حصان، أقل من 1900 حصان، السيارة دعست قاعد تسحبني لورا، يعني قبل شوي دخلت دبانة قلت لها لو دعست صدقني الدبانة دي بتطير. المقطع ذا يا جماعة الخير في ناس ما صدقت، تحس اني قاعد استهبل او قاعد ابالغ، لكن الشعور كان مخيف شوي ترى. 1900 حصان، 2300 نيوتن متر عزم الدوران كهرباء، يعني حتى الشركة رفضت اني اجرب السيارة من الصفر بحكم الشارع ما راح يدعم القوة هذه الهائلة، ولكن اسمحوا لي اجرب من 70 الى 200 بس ترى جبتها بسرعة ووقفت بسرعة. حط المقطع الحين بجرب ادعس. يا رب يا رباه يا رب يرحمنا، ايش القوه
هذه كانت بينفرينا باتيستا، واحدة من السيارات القوية حول العالم اللي تزرعها من 0% قريب ثانيتين أو أقل شوي. أيضا واحدة من الأشياء تقدر تسويها كسيارة كهربائية تقدر تسوي درفت. طبعا بحكم أني أنا سائق درفت محترف أقدر أقول لك أن السيارات الكهربائية تنفع تسوي درفت. طبعا في الغالب شو أكثر من أنك تسوي يعني درفت احترافي زي اللي إحنا نسوي، ولكن الموضوع سهل بحكم التورك المهول الموجود في السيارات الكهربائية واللي ما راح يعطي يعني يعطيك تورك من البداية إلى النهاية بنفس القوة. هذه ميزته، مثلا المحركات العادية مع الدرفت ممكن يقل الكفاءة حقتها شوي تخف. طبعا نتكلم شيء بسيط، ولكن الدرفت في الكهرباء نتكلم من بداية إلى نهاية يعطيك تورك بالكامل. على سبيل المثال عندك واحد من اللي يسوي درفت بالسيارات الكهربائية أو من أول الناس اللي سوى درفت اللي هو كين بلوك بالأودي حقته اللي توفى قبل فترة. فالأودي اللي سواها شيء مخيف اللي سواه فيها، إلى درجة شركة اللي وفرت له الكفرات يقول بحياتنا ما شفنا الكفر حقنا ذائب بالطريقة هذه. طبعا لاحظوا ذائب، مو محترق او يعني مخلص، لا ذايب. السياره كانت تسوي درفت، طبعا هي كانت الظاهر قريب ال 3000 تورك اذا ما خاب ظني او حولها. فالدرفت اللي كان يسويه باربع كفرات مهول جدا، فتخيلوا كميه الذوبان. ويقول لك من بدايه التصوير الين انهوا المقطع حرقوا اكثر من 100 كفر الظاهر، اكثر من 100 كفر. يعني متخيلين السياره تحرق كفرات بشكل مخيف. طبعا هذا كل الفضل يعود الى التورك المجنون في السياره. طبعا هذا بالنسبه لسياره معدله ان تكون مجهزه للشيء هذا. كسياره كهربائيه عاديه ممكن السيارات تدعم، ولكن في زي عندكم زي الريماك فيها درفت تقدر درفت فيها وايضا تحرق كفرات بشكل مخيف. في بعض السيارات فيها درفت مود، فان شاء الله يوم من الايام اجربها واعطيكم بالضبط كيف الشعور. وبنفس السياق نرجع للتورك برضو، غير الدريفت تقدر تسوي أفرود بسيارة كهربائية. فنتكلم عن سيارة يعني التورك فيها ما راح ينزل، وانت وسط الطعس ما في غير تنزل السيارة تعشق نمرة عشان تزيد يعني خلق العزمها، لا نتكلم عن التورك موجود حاضر. إذا في مجال تراكشن كفاية للكفر راح سيارة ما راح توقف. فعلى سبيل المثال بعض السيارات الأفرود اللي موجودة الآن حاليا عندك زي الهامر الـ EV، في عندك الريفيان، في كذا نسخة من الريفيان، في زي الـ R1T اللي هو البيك أب، الـ F-150 لايتنينج أيضا موجود عندنا. فنتكلم عن قدرة سحب مهولة تقدر تسحب فيها أي شيء، لأن التورك اللي عندك شيء فوق السماء يعني. خلنا نقول هذه واحدة من المحاسن الموجودة في السيارات الكهربائية. بالنهاية أنت بتسوي أفرود، مو شرط الأفرود معناها ترقى طعس وتنوفر، وهذا واحدة من الأشياء الجميلة، ولكن أنك تقدر تروح بشيء مركبة متأكد أن التورك اللي فيها راح يوديك أي مكان، صراحة هذا شيء جدا جميل. طبعا مو كل مدح كسيارات كهربائية، فيها إلى الآن مشاكل في خلنا نقول الطاقة الموجودة فيها وسحب الطاقة. خلنا نقول زي في قصة واحدة من الأشياء اللي صارت في الفورد اللايتنينج، إن في أحد سحب فيها سيارة حطها بقلص وسحب البطارية، كان قاعد تسحب كهرباء يعني الرينج قاعد يقل بشكل مخيف جدا. فهذه واحدة من المساوئ اللي يعتبر مشكلة ولها حل بعدين مستقبلها راح يكون فيها حل. فحاليا لسه الكهرباء ترى إلى الآن يعتبر في مراحله يعني ما هي المتطورة جدا، إلى الآن في مشاكل يدوروا لها حل. طبعا مو كل مساوئ بالنسبة لسيارة كهربية، صح فيها مشاكل إلى الآن ولكن فيها محاسن جمة خلينا نقول كثيرة. منها بداية توزيع الأوزان زائد خلق المساحات داخل السيارات الكهربية. فعلى سبيل المثال عندنا سيارتنا لوسيد، من الخارج يقول لك حجمها كأنها E كلاس ولكن من الداخل كأنها S كلاس أو كأنها فئة الخامسة من BMW، من الخارج كحجميا ولكن من الداخل كأنها فئة السابعة بالنسبة للمساحات الهائلة الموجودة فيها. فهذه واحدة من محاسن السيارات الكهربائية، أنك تقدر تتحكم مكان المحرك الكهربائي كان 2 أو 3 أو 4 أو اللي هو، زائد تتحكم بمكان البطارية. البطارية عادة تكون في الأسفل، هذه واحدة من المحاسن اللي هو يكون مركز ثقل السيارة منخفض جدا جدا. طبعا ايش فائده ان مركز الثقل يكون منخفض؟ يكون قياده السياره جدا ممتازه، لان الوزن في الاسفل، فعليا انت قاعد تتحكم بشيء قريب من الارض. فنتكلم عن توزيع الاوزان، يعني مهما ملت الشيء اللي ثقيل اللي مسبب يعني ثقل قريب من الارض. في بعض البطاريات قريبه الى 15 سنتي تقريبا عن الارض، فمعناها التحكم يكون فيها جدا ممتاز. صح سياره كهربائيه ثقيله بسبب البطاريات، ولكن توزيع الوزن ومركز الثقل جدا جدا ممتاز مقارنه بسيارات الاحتراق العادي. لان الاحتراق العادي عندك محرك، يعني خلينا نقول هذا المحرك يكون مرتفع، يعني هذا هنا السياره في الاسفل، فالمحرك لما يتحرك هذا يسبب خلل في توازن السياره. طبعا لها حلول ولها خلينا نقول في بعض الناس او الشركات يعني توزع الوزن بشكل جدا ممتاز، ولكن لما يكون مركز الثقل في الأسفل هنا لا كلام ثاني، يعني يكون أسهل التحكم فيها، زاد المناورة فيها أسهل. وطبعا هذا يعكس إذا تبي تروح حلبة أو تبي يعني تدخل خلينا نقول شارع في جبل ملتوي تستمتع شوي. فهذه بعض محاسن السيارات الكهربائية.
في الختام نحن ما نتكلم ونقول سيارة كهربائية أفضل من الاحتراق البنزيني نهائياً، وخاصة بالنسبة لي إلى الآن أقول في مجال يعني نقاش طويل بين الشيئين هذا، ومستحيل نستغني عن الاحتراق الآن تونا مستحيل جداً. فيعني أنا عن نفسي أنا دائماً قاعد أقول إذا الظروف عندك مجتمعة كحياتك اليومية، طبعاً لاحظ حياتك لأن السيارة الكهربائية تدخل شوي في يعني حياتك اليومية، عندك مكان تشحن فيه السيارة هذا واحدة نقطة، مسافاتك اللي تروحها محسوبة يعني عارف وين قاعد تروح، مع قاعد تيجي. طبعاً أتكلم عن السعودية الآن يا جماعة الخير، ما أتكلم عن أوروبا وأمريكا ما ندخل فيهم، إحنا نتكلم عن سوقنا السعودي، ممكن الإماراتي يعني خلنا نقول أو السوق الخليجي بشكل عام. إذا حياتك اليومية مرتبة صح، يعني أنا مو منهم، حياتك اليومية مرتبة صح، حسبتك صح وين قاعد تروح وين قاعد تجي، زاد عندك مكان شحن للسيارة في منزلك إن كان في الحوش أو بعض العماير يكون لك موقف مخصص تقدر تحط فيه شاحن، هنا يسهل يعني الموضوع. على سبيل المثال أنا عندي، أنا مرتي ما عندي موقف خاص، صعب أشحن السيارة ما أقدر أشحنها، وين أشحنها؟ فكنت أضطر إني أروح أشحنها ببيت أهلي إن في حوش، أو إني أروح يعني خلينا نقول محطة شحن سريعة. طبعا محطات شحن سريعة لا تحسب أنها موجودة لك تشحن فيها كل يوم، لا محطات الشحن السريعة تعتبر كأنها محطة بنزين تستخدمها في حال أنك مضطر، أما الشحن الأساسي والرئيسي في السيارة الكهربائية هو شحن اللي يسموه overnight، اللي قبل ما تنام تشحن سيارتك وتروح تنام 6 ساعات 8 ساعات تجي تلقاها مشحونة إلى 80%. ركز، السيارات الكهربائية الشحن اللي يتفض يعني يعطي عمر البطارية ما تنزل تحت 20 وما تزيد فوق 80 في الرينج تكون موجود، فعاد شوف السيارة الكهربائية وشوف الخدمات اللي تقدمها. فأنا إلى الآن أحس إذا أقدر أمتلك سيارة كهربائية بمتلك سيارة ثنائية ما هي الأساسية، لاحظوا ثنائية يعني بستخدمها في البيت المكتب أرجع البيت مشاوير القصيرة، أتكلم عني عبد العزيز وفي الحالة الحالية الموجودة في السعودية كذا. بدأت تنتشر والله الشواحن كثيرة في الشوارع، خلاص ما تقلق ما تخاف أن أقرب شاحن لك يبعد بالكثير 10 كيلو، وقتها أقدر استخدمها كل يوم عادي. ولكن بحكم حياتي أنا كم سابق إلى الآن مستحيل استغني عن البنزين، ف يعني هي خلنا نقول ما أدري يسموها كزبرة وبقدونس يعني قريبين من بعض لكن في اختلاف. فلا تقارن السيارة الكهربائية بالسيارة الاحتراقية، لا قارنها مع نفسها، شوف إيش نقاط القوة اللي فيها والضعف، وقتها تقدر تقرر انك تشتري او ما تشتري. البنزين معروف خلاص منتهين منه، لكن الكهرباء فيها نقاش طويل وفيها اشياء تقدر تسويها، فلا يعني لا تتكلم عنها بمنظورك الشخصي، يعني على يعني انت تشوفها فاشله، لا ليش فاشله، في اشياء عوامل مختلفه، يعني لا تقارن كل شيء في الحياه مو بس الكهرباء، يعني لا تشوفها بمنظورك الشخصي. الكهرباء لها فوائد اي نعم، ممكن كباكج ما ينفع لك ينفع لغيرك حاليا، مستقبلا ممكن يكون ينفع للجميع، وبالنهاية هي أداة توديك وتجيبك، فكر فيها. شكرا جزيلا، نشوفكم على خير، سوينا لايك وسبسكرايب، وإذا حابين نتكلم عن شيء معين بعدين اكتبنا في التعليقات، يعني هذا مو بودكاست بس يعني سوالف، وأعطينا رأيك في السيارة الكهربائية، وشكرا جزيلا ومع السلامة.